بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بصحة وعافية، وأهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الإسلام. النهاردة إن شاء الله تعالى عايز أتكلم معاكم عن شخصية أثارت جدلا كبيرا، أو يعني أثير حولها جدل كبير. بس قبل ما أتكلم عنها عايز أقول كلمة، وهو إن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإن مفيش حد من الناس الخلق كلهم أجمعوا عليه. إلى يومنا هذا فيه ناس بتتكلم في حق الله عز وجل ولا تؤمن بوجوده والعياذ بالله، فيه ناس بيتكلموا في حق السيد السند الكامل صلى الله عليه وعلى آله ويتكلمون عنه بكلام باطل وفاسد. يعني من هو الذي يستطيع أن يمسك ألسنة الناس؟ ومن هو الذي يستطيع أن يرضي كل الناس عنه؟ بالعكس، الناس الكبار الأعلام العظام الناس اختلفت في شأنهم، محدش سلم من الكلام في حقه. اتكلموا في حق الصحابة، شوف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حد زيه رضي الله تعالى عنه؟ فيه ناس بتحبه جدا 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 ورفعته لأعلى درجة، وفيه ناس بتعتقد فيه أسوأ اعتقاد، اللي هم الخوارج اللي قتلوه بل بيكفروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا علي، يهلك فيك رجلان، محب مفرط ومبغض مفرط. ولذلك قالوا أيضا: إذا رأيتم الرجل يذمه جماعة كبيرة ويمدحه جماعة كبيرة فهذا دلالة على نبله، ان هو كويس. ليه؟ محدش سلام من الناس. اتكلموا عن الامام مالك، واتكلموا عن ابي حنيفة واساءوا اليه كتير، واتكلمنا عن ابي حنيفة والكلام الذي قيل في حقه، واتكلموا عن سيدنا الامام الشافعي برضه واساءوا اليه. بس يفضل الائمة هم الائمة، والاعلام هم الاعلام، وكلام الناس الباطل ده يذهب جفاء ويبقى في الأرض ما ينفع الناس. النهاردة الشخصية اللي احنا ان شاء الله نتكلم عنها، سمعنا مؤخرا عليها كلام كتير، اتشتمت بما فيه الكفاية، اتقال عنه كذاب بما فيه الكفاية، اتقال عنه مفتري ويرى الآراء الباطلة بما فيه الكفاية، في حين ان احنا شفنا ان هو تابعي كبير، بحر من بحور العلم، بل أخرج له البخاري في صحيحه، وأخرج له الأئمة الأعلام. من هو هذا الرجل الذي سوقتكم إليه؟ هو عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عكرمة مولى ابن عباس واحد من الذين لازموا سيدنا عبد الله ابن عباس ملازمة تامة. تعال الأول نشوف العلماء قالوا عنه إيه ومدحوا فيه إزاي، ونشوف اللي زموا فيه قالوا فيه إيه، ونرد على هذا الكلام. يقول الذهبي: عكرمة أبو عبد الله القرشي مولاهم، يعني هو لم يكن قرشيا أصيلا وإنما كان من الموالي، موالي سيدنا عبد الله بن عباس، العلامة الحافظ المفسر أبو عبد الله القرشي مولاهم، المدني البربري الأصل، بربري الأصل دول قبائل البربر اللي موجودين في اليمن. ويقال إنه كان لحسين ابن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس، يعني كان هو من موالي الحسين العنبري، فالحسين العنبري هذا وهب عكرمة لسيدنا عبد الله بن عباس، فعكرمة لزق في سيدنا عبد الله بن عباس للنهار ما سابهوش. وسيدنا عبد الله بن عباس كما تعلمون إمام كبير، النبي صلى الله عليه وعلى آله دعاله دعوات كبيرة وخاصة، وكان يقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ده مين؟ ده ابن عباس.
بالتالي كان بحر من بحور العلم. مين بقى عرف الكلام ده؟ عكرمة. فلازم عبد الله بن عباس وتعلم وانتفع، فحدث عن عبد الله بن عباس، وحدث عن السيدة عائشة، وعن أبي هريرة، وعن ابن عمر، وعن عبد الله بن عمرو، وعن عقبة بن عامر، وعن سيدنا علي بن أبي طالب، وصفوان بن أمية، والحجاج ابن عمرو الأنصاري، وجابر ابن عبد الله، جماعة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، حدث عنهم مرفوعا ومرسلا وغير ذلك، وكان له مكانة كبيرة في علم الحديث الشريف وعلم الرواية. طبعا الذين أخذوا عنه العلم أولئك أكابر أيضا اللي اتعلموا منه، اتعلم منه إبراهيم النخعي وتكلمنا عنه، اتعلم منه الشعبي وتكلمنا عنه، تعلم منه عمرو ابن دينار، تعلم منه أبو الشعثاء جابر ابن زيد، وخلق كثير من التابعين. وجابر ابن زيد هذا كان تابعي كبير وله علم عظيم وله فقه، وهو أحد الكبار الأعلام الذين اعتمد علمهم عند الإباضية إلى يومنا هذا. عكرمة بيقول إيه؟ يقول عكرمة: طلبت العلم 40 سنة، وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار. يعني 40 سنة يطلب العلم وأفتى في حياة ابن عباس، يقف هو على الباب، تيجي الناس تسأل عكرمة يجيب، وابن عباس داخل الدار. ليه؟ لأنه يعني مؤهل. ويقول أيضا: كان ابن عباس يضع الكبل في رجلي حتى أتعلم القرآن والسنن. دي بتذكرنا بالظبط بإيه؟ بالفلكة، الفلكة بتاعت سيدنا اللي كان بيضرب بيها الولاد الصغيرين علشان يخوفهم ويحفظوا القرآن. ابن عباس عمل كده مع عكرمة، فكان ماسكته الفلكة على طول ويقول له احفظ القرآن، اتعلم السنة. وفي الحقيقة الفلكة يا اخواننا بتنفع، وربنا يبارك في ذريتنا وذرياتكم إن شاء الله. ألتقيكم بعد فاصل قصير. مرحبا بكم من جديد مع عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. تعال شوف العلماء قالوا ايه عن عكرمة مولى ابن عباس. ابن عباس نفسه كان بيقول له: انطلق فأفتي الناس وأنا لك عون. فيقول: يا سيدي إن الناس كثر، كيف أفتي كل هؤلاء؟ فيقول له: أفتهم، فمن جاءك يسألك فيما يعنيه فأفته، ومن جاءك يسألك فيما لا يعنيه فلا تفته، فإنك بذلك تطرح عنك مؤنة ثلث الناس. يعني مش كل دول هتفتيهم، لأن في ناس عندها أسئلة ما مش ضرورية وملهاش لازمة ولا تعنيهم في شيء، إنما يسألوك. بالله عليك، هل سمعت عبد الله بن عباس يقول: كل ما حدثكم به عني عكرمة خذوه فإنه لم يكذب علي؟ هل سمعت هذا يا أبا أمامة بن سهل من عبد الله بن عباس؟ قال: نعم اللهم نعم، سمعته يثني على عكرمة. وكان عكرمة لما توفي سيدنا عبد الله بن عباس ما زال عبدا في أسرة ابن عباس، وتركه ابن عباس ولم يعتق. فابن سيدنا عبد الله بن عباس اسمه علي، علي ابن عبد الله بن عباس، أراد أن يبيع عكرمة. أراد أن يبيع عكرمة ليه؟ لأن عكرمة حصلت معاه ضوضاء، أو عليه ضوضاء كبيرة، وبعض الناس بيزم فيه وبعض الناس بيمدح فيه، فقال: أنا أبيعه وأريح دماغي. فواحد جه وقال له: أتريد أن تبيع علم أبيك؟ ده علم أبوك كله عبد الله بن عباس موجود مع عكرمة، أتبيع علم أبيك؟ فامتنع عبد الله أو علي بن عبد الله بن عباس من بيع عكرمة رحمه الله تعالى. شوف برضو عكرمة بيقول عن نفسه إيه، أنا أنقل لكم هذه الأخبار من كتب التراجم في أحوال عكرمة علشان نفهم وضع الرجل إيه. يقول عكرمة: إني لا أخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فيفتح الله تعالى لي فيها 50 بابا من العلم. يا سلام، يعني كمان إنسان مفتوح عليه يسمع الكلمة من العلم، ربنا يفتح له فيها أبواب للفهم. وقال يحيى بن أيوب: قال لي ابن جريج:
قدم عليكم عكرمة؟ قلت بلى. قال هل كتبتم عنه؟ قال لا. قال اكتبوا عنه فإن عكرمة هو ثلث العلم. تلتين العلم موجودين مع عكرمة رضي الله تعالى عنه. طيب لما هو كل الكلام ده في حق عكرمة وعرفنا انه راجل عالم وحافظ، ايه المشكلة؟ المشكلة ان عكرمة روى في صحيح البخاري كما أورد البخاري، روى حديث من بدل دينه فاقتلوه، وده الحديث اللي استدل به العلماء على أن المرتد يقتل. طبعا احنا سمعنا ناس بتقول لا ازاي للردة، وهذا حد غير صحيح، وده مروي عن عكرمة، وعكرمة هذا تكلموا في شأنه وفعلوا وفعلوا. أولا حد الردة ده له ضوابط وله شروط ذكرها العلماء. عكرمة مولى ابن عباس لم ينفرد برواية هذا الحديث، ده رواه عنه أو رواه غير عكرمة عدد كبير من التابعين عن بعض أصحاب النبي وعن سيدنا عبد الله ابن عباس، كذلك لم ينفرد به عكرمة، رواه عنه أيضا عدد من أصحاب سيدنا عبد الله ابن عباس. كان في خلاف بين الإمام البخاري والإمام مسلم. الإمام البخاري كان يرى أن عكرمة رجل صادق، الإمام مسلم بيقول إن عكرمة عليه كلام كتير، فأنا سأتجنب الرواية عنه في كتابي منفردا، فلم يخرج له منفردا وإنما أخرج له مقرونا بطاووس. فالعلماء قالوا خلاص ده كده البخاري عدله، ولكن مسلم لم يقبل انفراده في الرواية، فقامت مشكلة كبيرة. وبدأ بعض الناس اللي مش دارسين علم الحديث دراسة جيدة، واللي هو بينقله كده من كتب التراث دون وعي كما أشرت لكم من قبل، بدأ يتكلم كلام سيء وينقل أخبار تفيد إن عكرمة كان يكذب على ابن عباس. وفي الحقيقة ينبغي الرد على هذه الأخبار، فاسمحوا لي بفاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله تعالى. عكرمة مولى ابن عباس ذكرنا ان في بعض الناس اتهموه بتهم كثيرة، هيتكلم عنها ان شاء الله ونرد على هذه التهم. بس عايز اقول قبل ما اتطرق الى الحديث عن هذه التهم والجواب عليها، اتطرق الى مسألة، وهي ان ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه اعتنى عناية كبيرة بعكرمة، وكان من شدة عنايته بعكرمة كما ذكرت لكم كان يربطه بكبل في رجليه حتى يحفظ القرآن والسنن. ومش معقول ان سيدنا عبد الله بن عباس بالعلم والدين والخلق والحصافة اللي عنده والذكاء تخطئ فراسته ويعلم هذا العلم لإنسان يكذب عليه. سيدنا عبد الله بن عباس كذلك علم عكرمة وهو عارف ان عكرمة سيؤدي هذه الرسالة كما ينبغي ان تؤدى. دلوقتي احنا سمعنا كلام العلماء في حق عكرمة وكيف كان العلماء يثنون عليه ثناء كبيرا، وكان عكرمة نفسه عارف ان العلم ده له حق، وان الانسان اللي يكذب في العلم لا يستحق الحياة. وكان عكرمة يسمع شتيمة بودانه ويسمع الناس بتسيء اليه، بس سبحان الله الناس دي ما كانتش تسيء اليه في وشه، وده من الأدلة على أن عكرمة كان صادقا. لأن عكرمة لو كذاب كل الناس تواجهه بالكذب وتقول له أنت كذاب، إنما عشان عكرمة صادق الناس اللي حاقدين عليه أو اللي مدعين عليه بالباطل بيجيبوا سيرته من ورا منه، وطالما جابوا سيرتك من ورا منك اطمئن أنت على الحق، أنت مش على باطل. لأن الدليل على أن أنت على الحق أن الحق له صولة، له قوة، له جلال، فتلاقي البني آدم اللي بيفتري عليك ما يقدرش يواجهك بالكلام، إنما يتكلم من خلف ظهرك. فكان عكرمة بيقول إيه؟ أرأيتم هؤلاء الذين يكذبونني ويتكلمون في شأني من خلفي أفلا يكذبوني في وجهي؟ أنت اللي بتكذبني، تعال كذبني في وشي، جاي من ورا مني بتتكلم ليه؟
سبحان الله. وعن أرطأة بن أبي أرطأة أنه سمع عكرمة يحدث القوم وفيهم سعيد ابن زبير وغيره. طبعا سعيد بن زبير علامة كبير، وعكرمة بيحدثه بيحدث جماعة من العلماء، فقال إن للعلم ثمنا فأعطوه ثمنه. قالوا وما ثمن العلم يا أبا عبد الله؟ قال ثمن العلم أن تضعه عند من يحسن حفظه ولا يضيعه. مش ثمن العلم فلوس، ثمن العلم أن تضعه عند أهله. وكان مما أثر عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه كان يقول لا تلقوا بالجواهر على المزابل، يعني الجوهرة ده العلم ده جواهر اديه لأهله اللي هم يحفظوه ويراعوا ربنا فيه. مين قال الكلام ده؟ ابن عباس. وسبقه أو تلاه بعد ذلك عكرمة قاله أيضا، وقال إن ثمن العلم كما هنا ثمن العلم أن تضعه عند من يعتني به ومن يحفظه. يعني هو عارف أن العلم ده مسؤولية كبيرة، والنهاردة أنت جاي تفتري عليه وبتكذبه وبتقول في حقه أمور ما ينبغي أن يشان بها هذا الإمام العالم الكبير. ويذكرون عن عكرمة أيضا أنه كان يمشي في الطريق معه ابن له، فقيل لعكرمة ابنك هذا يحفظ العلم الذي تحفظه؟ ففي الحقيقة هل له كلمة يعني جميلة وفعلا كلمة حقيقية. قال له أزهد الناس في العالم أهله، أو أزهد الناس فيما عند العالم أهله. يعني مع الأسف ابني مش مشتغل بالإيه بالعلم، والعلم ده محتاج حرص ومحتاج حب وشغف ومحتاج بلغة، يعني محتاج مال. فممكن الإنسان يكون متوفر له اتنين من تلاتة ونقصه حاجة واحدة بس، نقصه المال، نقصه العقل الذكي، نقصه الشغف ومحبة العلم ممكن. فمع الأسف يعني فعلا يقول أهل العلم إن أزهد الناس في العالم زوجه وابنه وخادمه. الزوجة تعنى بالأمور الظاهرة، ولكثرة المعاملة مع الزوج ربما لا تعتني بما عنده من علم، والابن أبوه بيدلعه، والولد يعني برضو في نوع من الاستهتار، والأب بيكون مشغول هو بالدعوة وطلب العلم، وهذا طبعا قصور وما ينبغي. فأولى الناس به أهل بيته، والخادم ده علشان بيخدمه وبيشوفه في كل أحواله، فيعني ربما لا يعتقد فيه الخصوصية ولا يعتقد فيه شيء زيادة على غيره من الناس، فلا ينتفع به. ابن عباس أو عكرمة مولى ابن عباس قرر لنا هذه الحقيقة. وكان عكرمة بيكره جدا جدا الجماعة اللي بيقفوا يوم الجمعة يشحتوا على أبواب الجوامع. والصراحة دي مسألة مزعلة الجميع، فشوفوا مزعلة مين؟ مزعلة عكرمة مولى ابن عباس في زمنه. بيقول إيه عكرمة؟ عن عكرمة أنه كان إذا رأى السؤال اللي هم الشحاتين دول يوم الجمعة يسبهم ويقول، كان ابن عباس يسبهم، يعني أنا هسبهم زي مين؟ زي ما ابن عباس كان يسبهم، ويقول لا تشهدون جمعة ولا عيدا إلا للمسألة والأذى، وإن كانت رغبة الناس إلى الله كانت رغبتهم إلى الناس. يعني أنتوا بتروحوا الجوامع عشان تسألوا الناس وتأذوهم، إنما يعني والناس لو راحت لله أنتوا بتروحوا للدنيا ليه كده؟ فكان تعرض لهم بالشدة وينهارهم. طبعا في ناس مساكين ربما يكونوا محتاجين فعلا وظروفهم لا تسمح، خصوصا في أيامنا أو في عصرنا هذا، لكن فيه ناس مش محتاجة ومتخذة هذا الموضوع حرفة. عشان كده قال الذهبي تعليقا على هذا الكلام، فكيف إذا انضاف إلى ذلك غنى ما عن السؤال وقوة على التكسب؟ يعني كيف إذا انضاف لهذا قوة على التكسب وغنى عن السؤال لأنه عنده الكفاية وبرضه بيروح يسأل الناس. بنشوف دلوقتي في المحطات وعلى الرصيف وعند الجوامع وفي إشارات المرور شيء مزري للغاية،
وما ينبغي أن يكون هذا عليه المجتمع الإسلامي. الناس المحتاجين نكفلهم بالطريقة الصحيحة، والمتسولين دولة اللي هم بيمارسوا هذا الأمر كعمل لابد أن يواجهوا بحزم. موضوع عكرمة مولى ابن عباس ما زال مستمر، ولسه مش عايزين يعني كده يعني كما يقولون نكروت هذه الأمور المتعلقة بعكرمة. المرة القادمة إن شاء الله نتواصل سويا في التهم والرد عليها وإبراز منزلة هذا الإمام. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وإلى لقاء قادم قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.